يا الدراري صباح الخير وفيديو جديد بلوك جديد. لقيتونا دابا عاد بدينا الخدمه 8 وشي حاجه دابا وجيت الفيديو اللي تلاح البارح بزاف ديال الكومنتاريوات بزاف ديال الكريتيك كل واحد علاش كيهضر فهمت. اليوم بعدا نوريكم الخدمه وميتيشا كل واحد علاش كيهضر اخوتي. وجيت اليوم نبره لكم باللي كيقول لك 50 الاورو تاع حاجه كاين المصاريف اسبانيا كاين الكراكين هادي كل واحد واش كيقول. بقيت نقرا الكومنتاريوات ما فهمت حتى حاجه فهمتي. واحد كيقول لك راه الكراب 800 واحد ب 700 واحد كيقول لك برشلونه مدير 1000. خويا باش نوضح لك حنا راه ماشي في برشلونه وفي مدريد فهمتي. راه ما كتقول الفلاحه راه انت غادي لواحد البلاصه اللي كيكون غير فيلا الصغير فهمتي واللي فيه بنادم معاون شي معاون مع شي فهمتي. راه كيشدوا دار اللي كتقول انت 800 شمن 800 علاش 800 كتهضر اخويا كاري تشالي فيلا راه كيتشدوا ثلاثه الناس حتى اربعه حتى الخمسه كيتعاونوا على دار. دار شحال كتقام عليك؟ كتقام عليك ب 300 350 حتى 400 اللي هي 80000 وما تفوتش 300 اصلا. ما مستحيل في شي فيلا بحال هكاك تفوت دار 350 اللي كيكونوا فيها ثلاثه الدراري كل واحد كيخلص 130 الاورو. شحال 130 الاورو اللي هي 26000. اوكي باش نكونوا فاهمين هادشي علاش بلا ما نقولكش. راه واحد البارح كتب لي في كومنتار قال لك راه بيت مدير 300 وراه دار مدير 300 ماشي بيت مدير 300 اخويا باش نوضح لك. وعاد كاين شي وحدين كيقول لك المعيشه غاليه في اسبانيا هادي الاخرى هكا. المعيشه راه ما غاليش في اسبانيا اخي الا جينا نهضروا في الواقع وهادي المعيشه راه ما غاليهش. نقول لك علاش نجيو ابسط اشياء فهمتي اللي كتحتاج في الدار. تحتاج العدس اللوبيا بزاف الحوايج فهمتي. العدس اخي هنا راه مديره 50 غرام مديره 50 سنتيم اللي هي 5 دراهم 500 غرام. كيلو مدير 10 دراهم كيلو ديال العدس مدير 10 دراهم. في المغرب اخويا الا كان طايح راه مدير 20 درهم. لا كان طايح العدس مدير 20 درهم 500 ريال فهمتي. اللوبيا كذلك اللحم في المغرب اخي عرفتي اللحم شحال مدير؟ مدير 14 ريال الكيلو. هنا راه مديره غير 5 اورو اللي هي 50 درهم فهمتي. وعاد عاوتاني كتقارن العمله 50 درهم ديال اللحم راه هنا تجيك حتى حاجه 5 اورو. في المغرب راه 12 100 راه شي لعيبه راه خدمه ديال النهار اخي. ابارتي نهضر معاك انا على هذا الشيء ديال دانون التخربيق الاخر العصير. العصير الاخر با كيكون وزير اخي عاد تبقى تشرب تفطر بالعواصر وبالتخربيق. العصير تما راه مدير 10 درهم اورو. انا راه باكيتي ديال 10 فيه 6 مدير اورو 50 ولا اورو اللي ما كتجيك حتى حاجه اورو. حيت انت خدام 50 اورو ولا 40 اورو ما تجيك حتى حاجه. هادشي علاش بغيت نوضح لكم بلي راه المعيشه هنا راه رخيصه راه ماشي شي حاجه بنادم يضحك عليك يقول لك المعيشه غاليه الكرا غاليه. الكرا ما الكرا تقدر تلقى صعوبه. انا ما قلتلكش الكرا راه رخيص. في المدن راه تقدر راه تمشي للمربيه تقدر تكريتها ب 2000 الاورو. تقدر تمشي لبرشلونه كما قال الدري تقدر تلقى 800 الاورو. غير غرانادا السنترو غتلقى ب 600 700. ولكن اخويا ملي كنهضر لك على الفلاحه راه عرفني رانا ساكن في رانا ساكن في فيلا صغير فهمتي اللي كنخلص 100 الاورو 150 الاورو كاع على طلعتي 150 الاورو اللي هي 30000. وشحال تاكل انت اخويا كاع فهاد نديرو حنا تصور غير 800 الاورو 800 ما نديرو لا 1000 لا 1000 وزياده 800. شحال اخي غادي تاكل انت فهاد 800 هادي؟ نديرو تكريب 200 40000 اوكي. شحال تاكل شحال تاكل في السيمانه؟ تاكل 50 الاورو تقام عليك 4 سيمانات ب 200 الاورو هي 400 الاورو اوكي. ابارتي بنادم اللي ما كيتكيفش هادي اللي ما مبليش في حالي تاكل 400 اورو اللي هي 80000 تخسرها وتبقى لك 80000 ربح اخي. صيفط للمغرب فين 80000 في المغرب تصور 80000 تشد لك 80000 80000 تما راك تخلص بها جدارمي اخي فهمت. بين قوسين بلا ما نبقى عاد نشرح وهادي هادشي علاش قلت لكم راه هنا راه المعيشه رخيصه والكرا راه رخيص. ما كنهضرش على كلشي ولكن الناس اللي باغا تخدم في الفلاحه فهمت. الناس اللي كتجي للفلاحه راه واللي كيهضروا كيقول لك راه 8 اورو ما كاين لا 8 اورو لا والو. البلايص هنا في اندلسيه كاين الميريا كاين غرانادا كاين ويلبا شويه طالعه عندك الميريا وغرانادا ومورسيا راه هذا هو الثمن. هذا هو الثمن من 5 اورو حتى 6 اورو 50 حتى 7 اورو ولكن خاص كاين خدمات وخدمات فهمت. انا هادشي اللي كنهضر لك عليه ديال 50 اورو ولا 40 اورو النهار راه حارق راك تكون حارق لا ورقه لا جوج اخي. اما ملي اللي كدير وراقك راه ما نقدرش نحدد لك فهمتي. كل واحد وفلاش فلاش غادي يخدم كل واحد وش من البوست غادي يشد فهمت. وبقاو معنا نديرو بعض الاسئله وحنا راجعين لكم. يلا احنا رجعنا عاوتاني مره اخرى جينا نهضروا مع الدري اللي جيت هذيك المره اول مره يخدم هذه شي 3 ايام ولا هذه
يوم هو جا كيجني معنا ماطيشا، والبارح دخل كيقرا الكومنتاريوس حيت تلاح فيديو ديالي في واحد الباج في الفيسبوك الحق دابا راه لحق 50000 مغربي اللي شافوا، ودخل هو كيقرا الكومنتاريوات ودخل عندي قال لي سفيان شوف بنادم شنو كيقول شنو كيقول. قلت له خلي بنادم كل واحد واش كيقول، فهمتي حنا عارفين شنو كنديرو. دابا جيتو اشرح لكم واحد شويه على بنادم اللي كيقول برشلونه مدريد، بنادم اللي كيمشي للمدن الكبار. بانوار صباح الخير، كي غادي الخدمه؟ مزيان مزيان. شو هذاك؟ الحمد لله. البارح جيتي عندي شتي لي كومنتاريوس هادي، دخلتي قريتي قلتي لي سفيان بنادم شنو كيقول شنو كيقول، شنو بان لك اخاي في هذاك الشيء؟ شنو بان لي؟ قال لك واحد المثال قال لك تقسم جر وما تقسمش الطبيب. فشري الكومنتات اللي شفت انا بان بنادم راه بنادم اللي كيهضر بان راه ماشي هنايا وما عارف والو على هادشي هذا. وشفت واحد الكومنت انا اللي عجبني دابا الصح، قال لك قال لك برشلونه كان 800 اورو، 800 اورو امبوسيبل، 800 اورو راه نقدر نكري انا كورتيخو كورتيخو بلا بيسين ديالو ب ب مضخم شالي هذاك سميتو فيلا كيكون فيلا 200 اورو نكريها. وانا كاري دار انا ومدام ديالي كرينا ب 300 اورو، يا وكنخلص وشوف وكنخلص الويفي حيت شفت كومنتاريز الويفي، كنخلص لاصال حيت كتمشي نتريا حتى هي، كنخلص كنخلص الموضة، كنخلص باسورة حتى هي كومونيداد كومونيداد بحال اش نقول لكم. يا او كتبقى لك شي حاجه ولا كتبقى لك شي حاجه من هذه الخدمه واخا خدامه؟ قال لي هادشي هذا شوف 300 اورو اللي كنخلص الموضة وكلشي يماها مع باباها مع راه تقدر طحن واحد 550 اورو، 550 اورو غير انا واحد اللي كنخلصها، فهمتي؟ نقولوا مثلا 550 اورو، وانا نقدر نربح في الشهر نقدر نربح فيه 1300 1300، يعني كتبقى لي واحد 700 اورو ديالي، واحد 700 اورو ديالي اللي تخليها عندي كتبقى عندي مخبع. يعني مادام اللي كيقول كيربح ميس انت راه كاري دار كاري دار زويونه في بلاصه زويونه، حيت انت كاري في تقريبا راه مطريره كبيره، فهمتي؟ راه مطريره كبيره راه الفيلاج الفيلاج اللي كاري به انا راه صغير كما قلت لهم، راه 300 كيسكنوا فيها 4 دراري. دابا انت راه ساكن انت والمدام ديالك، علاه كطيح عليك 300؟ اما انا غنسكن مع جوج دراري اخرين زاره ولا هادي، راه ما طيحش عليا داك الثمن. هادشي اللي بغيت نبين لهم، راه طيح عليا 20000 درهم اللي كنخلص انا، انا كنخلص 1000 اكثر من 1000 درهم حيت كنخلص كندخل الماء والضو، فهمتي؟ التخربيق كونيكسيو ديالي لاصال ديالي غنخسر حتى نعيا، فهمتي؟ شحال كيما قلت لكم قبل غناكل 50 اورو في السيمانه، اللي 4 سيمانات كطيحوا عليك 240000. صباح الخير، شوف نقول لهم واحد الحاجه، نقدر ناكد لك ليلك ونقدر ناكد نديك بنادم اللي عمل لك كومونتير، نقدر ناكد المغاربه كامل اللي في المغرب، عندك المغرب عندك الجزائر عندك المنتينا، ولا عطاوهم فرصه يجيو هنا اسبانيا واقسم بالله لا غادي يجيو كاملين بيهم، واخا كومونتير خايبين واخا رويدنا على اسبانيا واخا ما عرفتيني واخا ما عرفتيني، كلشي غادي يجي يجري هنايا. علاش؟ حيت بنادم عارف بقيمه اسبانيا بالحق، غير شني كاين بنادم اللي فيه حسد. هذوك الناس اللي مشاو ركزوا على واحد الحاجه، ركزوا على المعيشه، فهمتي؟ كيقول لك 50 اورو بحال اللي رابح غير 1200 مغربيه 60 درهم، علاش زعما كيقولوا هذاك الشيء؟ خاصك تقول له بالله راه اللحم تما راه مدير 1200. شوف حنا عارفين، شوف راه تما في المغرب راه يماها مع بعضها غطيه واحد 60 درهم 60 درهم يماها 100 درهم كثر، كاين اللي كيطيح كثر. مصر العيشه غاليه تما على هنا، والله حتى العيشه تما غاليه على هنا. راه كما قلت لكم راه العدس اقل حاجه، العدس هنا راه مدير اورو وكيلو مدير اورو، اورو شي حاجه اللي هي 10 درهم. في المغرب راه مدير راه كيغلى العدس، كيغلى كيغلى في وقت البرد كيولي مدير 600 ريال اصاحبي. والحمص الحمص الحمص راه غلى على على العدس. الحمص هنا ما عامل والو، هنايا هنا الحمص قدر زاد كيعطيو فابور هنايا، هنا كاين واحد الايوده كيعاونوا الناس هنايا كيعطيهم هذاك الشيء فابور، العدس اللوبيا الحليب فابور هذاك الشيء واخا. وماشي ماشي دابا نهضروا على الفلاحه، دابا نزولوا دابا الفلاحه نخليو الفلاحه بارد، حنا ما نهضروش على الفلوس. دابا حسيت في الكومنتات حتى هي كاين هذا اللي كيهضر على اسبانيا خايبه، ما عرفتش نشوف هاد البلاد هادي، انا مغربي وديما كنفتخر بلادي، اقسم بالله شوف هاد البلاد هادي ما عمري ما شوف بلادي. هنا عندك الحقوق، هنا كاين الطبيب عندك الحق، ما عندكش يعاونوك وخدمتي تخدم عام تخدم عام تجلس في عام كيعطوك 4 شهور 4 شهور كتخلص فيهم وانت جالس لا عندك الوراق. هادشي كنهضروا على الناس اللي عندهم الوراق، اللي ما عندهمش الوراق الله يحسن عوانهم، راه كل واحد كيسلك، ولكن راه ما عندكش الوراق راه تتصور 40 اورو ديالك 40 50 نقدر نقول لك 35 كل على حسب السوايع اللي تخدم، فهمتي؟ اما كاين شي وحدين خليني نسمح لي نقاطعك، كاين شي وحدين كيقول لك راه كاين تيمبورادات كتضرب 3 شهور خويا انت راه كتسالي التيمبورادا ديالك وكتنعس كتكا على راسك، ولا ماشي شي بلاصه اللي فيها غير التيمبورادا بحال الويلبا فيها 4 شهور ديال الخدمه ولا 5 شهور، خاصك تقلب سالت التيمبورادا في هاد البلاصه تمشي لبلاصه اخرى، ما تبقاش مريح اخي راه